السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله رح نحضر وصفة اقتصادية وسهلة وسريعة ولذيذة. وقبل أن نبدأ، وحبيت نرحب بالمشتركين الجدد اللي اشتركوا معنا في القناة، مرحبا بكم. إن شاء الله تستفادوا من وصفاتي، واللي مازالوا مشتركوش في القناة ندعوكم للاشتراك والضغط على الجرس باه يوصلكم كل جديد. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايكات وبارتاجيو مع لزامي تاعكم للاستفادة. بسم الله على بركة الله، نبدأ مباشرة في طريقة التحضير مع المقادير. هنا كما راكم تلاحظوا نحتاج اسكالوب قطع دو طراف كبار، ونحتاج نصف بصلة، ونحتاج معدنوس مقطع. الاسكالوب تاع اليوم راح نفرمو في هذه الآلة اليدوية، هذه سبق وحضرنا بها حلوة. اليوم إن شاء الله راح نفرم بها الاسكالوب، عجبتني بزاف، هايلة، عملية وسهلة وسريعة. من قبل كنت نفرم الاسكالوب ولا لافيون داشي في هذه تاع البيتخا، مي ملي شريت هذيك الاله اليدويه عجبتني بزاف، كما قلت لكم سهله وسريعه وما تعبش كاع. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هذه الاله، عادي ما كاش مشكل، يشريو اسكالوب مفروم ويضيفوا له البصله والمعدنوس، وايضا يقدروا يتبلوه كما يحبوا، يقدروا يضيفوا فيه يضيفوا له الثوم، يقدروا يضيفوا له الكمون، على بالكم الطياب كل واحده كيفاه تحب الطيب. كيما انا اليوم حبيت نفرمو مع البصله والمعدنوس، يعني حبيت الاسكالوب نعطيه البنه تاع البصله والمعدنوس. واللي تحب تضيف فيه اضافات تقدر تضيف وتضيف على ذوقها كيما تحب. وكيما راكم تلاحظوا راني نحط الاسكالوب والبصله والمعدنوس ونفرم بهذه الطريقه. اذا اخواتي، هذه الوصفه تاع اليوم كما راكم تلاحظوا يعني ماشي حاجه جديده ولا حاجه غريبه، اسكالوب مفروم عادي راح نقليوه. كاين مبتدئات مازال ما يعرفوش كيفاش يحضروا هذا الوصفه، اليوم ان شاء الله راح نحضروها لهم بطريقه بسيطه وسهله. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما فرمت الاسكالوب مع البصله والمعدنوس راح نضيف الملح. الاسكالوب راح نطيبه في هذا الطاجين، الطاجين هذا راني حطيته فوق نار قليله ورميت فيه شويه تاع الزيت مع شويه تاع الزبده، وراح نبدا نشكل دوائر كما راكم تلاحظوا. ملاحظة، لازم تنقصوا له النار وتخليه حتى يطيب ويتحمر وتنحيه. وفي الأخير هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، اسكالوب مفروم مع البصل والمعدنوس، فرمته في المنزل. وكما لاحظتوا هذه الوصفه وصفه اقتصاديه وسهله وسريعه واكيد لذيذه جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي خاصه المبتدئات، ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. تهلاو في رواحتكم، في امان الله.